السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن الذاكرة، من أراد أن يقوي ذاكرته إن شاء الله ويصبح يحفظ كل شيء ويعقل على الأشياء بإذن الله. هي سهلة، جد سهلة للتطبيق. ما عليك أن تطبقها في الصباح، أن تبدأ تأتي بكأس من الماء وتقرأ عليها الآية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه لحافظون. تقرأ 41 مرة على كأس من الماء، وتقرأ وراءها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 786 مرة، وتنفث في الكأس الماء وتشربه. هذا يقوي الذاكرة من المجربات، الآية والبسملة تقوي الذاكرة بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.